خويا نحن عنا لهنية رانا عنا مشكلة كبيرة. نحن جي 40 مريض، راي الناس معناها مش تموت في البلاصة هذي باش ما يتلفت لنا حتى حد. هذيك مشكلة كبيرة، هذه راهو ما طلع لنا الانفيرمية اللي هما كانوا معانا، اللي هما كانوا أصل من الناس كل تجي تسمع بالواحد الواحد اللي كانوا يعاونوا فينا، فهمت؟ يعاونوا فينا يعني حتى أي واحد يتيح بأي حكاية ومبان في فيستيل، فيستيل اللي راكوا فيها نصفي ومنها هذه تعم زوز ملايين ونص ثلاثة ملايين. يجيو توا يجيبوا لنا انفيرمية أخرين، هذوكم خرجوا علاش؟ خاطرهم مش هما خرج هاي هذوما استجارات جاوا لهنا، فهمتها؟ لا يعرفوا لا يدقوا لا حتى شيء. جي 10 من الناس وراهم جاوا على فكره، كي جابوا مره تحت التهديد، قال لهم اخوي انا جروب، عندي جروب من تونس نجيبهم ونكري لهم هنا وما نعطيش حق الاخرين اللي خرجوا، هذوما توا اللي خرجهم هما توا ما نعطيش حقهم فيهم، راهو في رمليه زاد راهي مرسمه لهنا باش تكون على علم. لا باه يعطي حق، لا باه يعطي، يبي يعطينا نحن لا حقنا لا هما حقوق، وخرجهم وجايبين انفيرمي جدد ما يعرفوا حتى شيء. نحن خويا نخافوا على الروائح. تصور انت الماكينه، تصور بلا واحد كان يرجع له الدم نتاعو، هاي فلتر ويت حاله سقاطه اللي يخدم به من اسقط الانواع جبنا لهنا، لا ناكلوا ماكله كي العباد. تو ادخل امشي للسناتر الاخرين شوف الماكله اللي يحطوا لهم فيها. نحن لهنا قايد يقولنا لمجه، اللمجه تقول صغار يعملوا فين، واللمجه شنيا انت اللمجه يعطي فيها، فيها كعبتين فرماج مستحضر غذائي مش حتى فرماج فرماج راه. لا لا فما لا طبيب، لا فما طبيب اللي هو تابع السونتر، هذا نحكي على الحصه اللي فاتت تفهم فيا، لا فما الطبيب، لا فما بيرسونيل بروفيسيونيل جايب لنا عباد استاجرات معلم انسان استين انسان مستهزء بصحتنا، ما يهموش فين، ما يهمو في حد شيء، ما يهمو في حد شيء، ما يعرف قداش من واحد. ذاك المرة عنا واحد من جماعة غدوة الحي اللي مش يصفيه تعديله الهواء في العرق، صار فيه ما صار عليش، والسيد هذا هو تعديله الهواء في تعد تعرف تعد تعرف الهواء في العرق نتاعك تمشي تونا حنا المونة ونحنا الدواء ولينا نمشي لسوسة. الواحد يمشي لسوسة ما يلقاش دواء ويجي عجبك عجبك جينا نكلموا فيه قال لك ساعدوا ساعدوا ولا ما يساعدوش يحول. اخوي نحن المعاملات هذه وماكينات ما مش مريقله، فهمتني ولا؟ اللي يعمل تصفيه معناتها يطلع دايخ، فهمت؟ مناش هذه دايخ يا خاطر الماكينه مش مريقله، فهمتني؟ الطبيب معناتها يجي كان برا وراح، فهمت؟ الفرمليات بدلوهم نحيهم. المؤتمن تحكي معي يقول لك اسمعني كانت تحب تصفي ولا هز اوراقك وبرمشي على روحك. طالبين تو يبدلوا الفتر وقت يبدلوا لنا فيها التصفيه مش مريقله، الواحد يخرج يروح في حيال. الفرمله اللي يدقونا مريقلين باهين ونحوه، يجيبونا في الاستجارات احنا ما يدقونيش، الواحد يعلم به ربي يزيدوا يزيدوا هم عليه. الحياه فهم، الحياه فهم زهره الحياه.